ما أحسن أن نودع شهر رمضان، شهر الإحسان بالصلاة والسلام على النبي العدنان. إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد. فقولوا معي جميعا: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله وعافنا في من عافيت، وتولنا
صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا يملأ قلوبنا ونورا يعلو وجوهنا وذكرا يشغل أوقاتنا. اللهم لا تنزع عنا سترا ولا تنسنا ذكرا ولا تؤمنا مكرا ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارحمنا إذا كثر منا الأمين وعرض منا الجبين وبكت علينا العيون. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام،